حل مشكل إسلام وعبد الله على سبيل المثال لا الحصر. الطفلان اللذان من المفروض يتواجدان حاليا في قسم تربوي عادي أو مدمج، لكن حالهما بعيدا كل البعد عن هذا، ما جعل أوليائهما يدخلان في رحلة بحث عن بديل. أنا تغيدني عمري نقول أنا وليدي ما عندوش حق في الدنيا هذه، ما عندوش حق في حتى حاجة، ني في يقرا، ني في يلعب كدراري، ميم كيروح يعني وين يروحوا يلعبوا دراري، يحقروه يطبعوه ما يحاميش على روحه، ولا يقعدوا المال يخسروا فيه يجبدوا ولادهم، شو أنا وليدي حيعديهم. بصح كاين حاجة اللي ما تعرفهاش الناس، وعند ربي عنده جنة، عند ربي عنده جنة، معناتها كي تجي تشوفي في الصح غير ليهم الدنيا، نسمح، وليدي ما يقراش، وليدي ما يلعبش، وليدي ما يلبش، شحال حنعيشوا؟ آخر مطاف حنروحوا، معناتها وليدي ما عندوش حق هنا، صح. والحمد لله نعمة من عند المولى، الحمد لله شوفي قبلة به راضية به، أفتخر أفتخر عندي ولد كيما هذه، ما نكذبش عليك أنا ماشي نقول ولدي عنده توحد، أفتخر لي ربي خيرني أنا وعطاني واحد كيما هذا. نقولكش علاش، باسكو ما كاش نهار يجوز ما نذكرش فيه ربي، ما نقدرش ننساه. وأخذت الورقة تاع أورطوفونية ونفسانية لإدماجه في المؤسسة ورفض الورقة بدون تبرير، ولما قلت له طالع لي على المواد اللي تنص بأنه هؤلاء ما يدخلوش يدرسوا ما تلقيش جواب مقنع وغادرت المدرسة. الموسم الماضي يعني رحلوا سنة هكذاك، وإن كان سنة اللي مرت احنا ما نفقدوش الأمل، ولكن نتمنى يدمج، لأنه سبق وقلت لك بأنه حق دستوري التعليم، وهذا الأمر مش حنطلب حاجة أنه الدولة تعطيني ساكن ولا تعطيني حاجة أخرى، ما إلا أن الطفل يدمج مثله مثل أقرانه. حالات تعددت وتفاوت درجة اضطراباتها تجد نفسها اليوم خارج أسوار المدرسة أو في ركنة منسية غير مبالين بحالتها، لا وزارة التربية ولا وزارة التضامن. الطب المدرسي هنصيبوا أطفال اللي في الطب المدرسي يعطوهم لوكي باش يكونوا متمدرسين بهذا الشيء كامل، وما راحش يكونوا متمدرسين. المدارس سواء المديرين او مديريه التربيه اون جينيرال عندها دي بروسيدور هاد الاولياء يتبعوهم، وفي عده حالات في الحالات كامل برسك اللي رانا نستقبلوهم ميم بهاد لي بروسيدور يديروا كامل واش لازم وما راهمش سكولاريزي داكور. لي ديفيكولتي ثاني اللي يصيبوهم انه ميم هاد الاطفال اللي يكونوا متمدرسين حيكونوا في اقسام خاصه اللي فيها دي ديفيرونت تروب، معناتها اضطرابات مختلفه. هنا الاطفال حيكونوا كوم سي غاردوري، ما راح يستفادوا من حتى حاجه، ساسبي العكس يعاودوا يقولوا لي اون اريير. التكفل بتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة أخذ مكانا له في وثائق بقيت حبيسة أدراج وزارات كانت بالأمس القريب تتوعد بتوفير مقعد لكل طفل من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.